لماذا ذهبت مصر إلى الصومال؟ الصومال بموقعه الجغرافي يتصل بالأمن القومي المصري، وهو دولة عربية له حقوق على الدول العربية، أهمها الدفاع المشترك ضد أي تحرك يمس سيادتها، وهذا ما أعلنت عنه مصر بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال غير المعترف بها دولياً، ورفضتها القاهرة ومقديشو لأنها تمس بسيادة الدولة الصومالية. رسالتي هنا للأثيوبيين إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، لها حقوق في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها. إحنا مش هنسمح إن حد يهدد الصومال، محدش يجرب مصر. إن الدور الريادي الذي لعبته جمهورية مصر العربية في دعمها لموقف الصومال وسيادته ووحدة أراضيه إزاء انتهاكات الحكومة الإثيوبية يؤكد عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين. وتوقيع مصر والصومال اتفاقية دفاع مشترك وبروتوكول تعاون عسكري له العديد من الأسباب، أهمها دعم الدولة الصومالية في بسط الأمن والاستقرار. ومصر تمتلك الخبرة في هذا النوع من التحديات واستطاعت التغلب عليها، وتمتلك مصر أيضا الموارد لدعم المؤسسات الصومالية الأمنية والعسكرية. احنا بالنسبة لدعمنا للصومال، احنا بندعم الصومال في إطار مش عشان أثيوبيا، بندعم الصومال لأن الدولة دي بقى لها أكتر من 30 سنة في حالة عدم استقرار. في هذا السياق أرسلت مصر شحنات المعدات العسكرية إلى الصومال. ستشارك مصر أيضا في قوات حفظ السلام التي ستعمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي على الأراضي الصومالية مطلع العام المقبل. على نهاية هذا العام سيتم تجديد بعثة حفظ السلام في الصومال، وإحنا كأعضاء سنتقدم بأن إحنا نشارك في هذه البعثة. لكم في مصر هنا أشقاء وأصدقاء تستطيع أن تعتمد عليهم. لكن دعم مصر أكبر من ذلك، فالحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو، ومصر جاهزة لتصدير السلع الأساسية التي يحتاجها الصومال، خصوصا مع سهولة نقلها عبر البحر الأحمر أو عبر الجو مع تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين. الطيران الجوي الذي يربط بين القاهرة ومقديشو هو حدث تاريخي، هو بالفعل شريان لتدفق التجارة، لتدفق الأفراد، للتواصل بين مصر والصومال. ستدعم مصر الصومال أيضا في مجالات التعليم والصحة وغيرها، وتعتزم القاهرة تدشين منتدى أعمال في مقديشو يجمع رجال الأعمال من البلدين لإقامة استثمارات مصرية في الصومال. والصومال بلد غني بالثروات مثل الثروة الحيوانية والسمكية، وبإمكان مصر الاستفادة منه، كما أن لديه فرصا واعدة في الطاقة. الصومال دولة أفريقية ودولة عربية زي مصر، ما هي دولة أفريقية وعربية، ومستعدين في كل المجالات المتاحة نتطور ونتحرك بشكل إيجابي بإرادة قوية. يرى الصومال في مصر الأخ الأكبر والداعم التاريخي، لهذا يقول المسؤولون الصوماليون أنه مع الدعم المصري يستطيع الصومال الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تطوراً وأماناً. يضاف لكل ذلك أن الوجود المصري في الصومال يدعم موقفها في ملف سد النهضة، فالصومال مجاور لإثيوبيا، ووجود مصر هناك يرسل رسالة واضحة أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي حتى على بعد مئات الأميال خارج حدودها، وأن لديها القدرة على الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل بكل الطرق. مصر طبعا دولة ليست قليلة الحيلة، لديها رؤية واضحة جدا جدا تعامل مع السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر. عندنا تحركات، كل شيء سيتم الإعلان عنه.